يطلع لبرا انت واختك يا زلمه، روح سلم على عفسك وتضرب بالداخل يا رجل، طلع لبرا يا محمد. يا محمد خلاص شلون دوري؟ شلون وين؟ شربت انا ما تدوري؟ ايه عجيب جيت اليوم خير شو خبر؟ ما في شيء بس اخوك دق قال لنا تعال اخوي؟ ايه قال في تصوير هو دق قال ايش علاقه؟ ما في شيء شو انا يعني ايش علاقه؟ لا يعني ما كان في تصريح اه بعثت لك قال لك انت ما رديت او جهازي لطفي امام انا بعثت له قال له انت اليوم في تصوير يعني انا ما رديت عليكي بتعرفي ليه؟ ليه؟ يعني احكي لك اياها بصراحة يعني ما في زعل. لأنه كل ما بدي أخبرك إنك بتعرف في تمثيل تصوير تجي أنت وتجيبيه معك أبو حسن والعشيرة كلها. مين أبو حسن؟ أبو يمان أبو يمان. إيه أبو حسن. أبو يمان هي. إيه. المهم يعني يا أختي أنا وقت اللي عم بصحكم موضوع جدي ما بصير نجي أخوي من عمي كذا على عيني وراسي. إيه بس أنت ليش بتفرق معك إجا ولا ما إجا؟ هو حط حاله وجودك. إيه ما اختلفنا. بس يعني ما وجوده عم ضايقني عم ضايق ما بعرف يعني احنا اتفقنا من الاول احنا اتفقنا من الاساس اللي هو التصوير بده يكون معي اساس يعني كون دخلوني معك ولا لا ما شفت ولا مشهد دخلت معنا كمان لا لا مع الجيران تفضل ناقصه شو هالناقصه؟ يعني نحن اتفقنا انه هو معنا ايه انا ما عجبني اتفاقك ليه انا اتفقت مع هشام يا بنت الحلال ايه هلا عم تحسسيني بينك مع انجلينا جولي انت منيح لسه ما بتعرف تمسكوها في قدام الكاميرا ما بعرف يعني اي بنت اول تمثيلها هيك حتكون ما بتعرف تمثلي اصلا مو اي ايه ما حدا عم يجبرك تخليني امثل ايه انا ما صح فهمت عين لا بدي كمان ضربتك الزوج بدك انا؟ ايه لا بس انت اول مره ما عجبك تمثيلي ما خلص لو اللي كان انا ما خبرتك انا اصلا ما صحت لك لانه انا ما قصدي وحده يعني يكون عندي 50 وحده ولا واحد بس دائما اللي يصور معك على اساس مو هيك يا بنت الحلال انا ما نجي اناقشك ولا اخانقك خلص ولا انا خلص انت بلكي عزيزي خلص اذا ما بدك اياها تصور معك انا عادي ما في اي مشكله نحن انا ما حكيت معك انت بكل بروده كمان يعني شلون انت ما حكيت معك يا حسن انا ما بحكي مع اختك ليش انا ابو يمان اول شغله شلون يعني والله كمان انت ما فيك ها شفنا مين ما بيعرف كمان بالاسم ما بقى بتعرف اسمه يا اختي فهميني كلمتين انت تمثيلك فاشل ماشي خلص على بالكومنتات عم تشوف الكومنتات مسخره يا رجل كل عم تضحكوا علينا يا زلمه من الله خلص ما تصور من الاساس خلص ما تصور تصور اللي يا ريت ما بدي اصور ما في زعل صحت لك شيء الفري بتمجاني صحت لك شيء مين دق على مين؟ اخوي مو انا ما تقول انا خلص انت انا اخوك ما لا لا روح عند اخوي شاسر عندي حدا انكم تعملوا عندي على البيت ليك حاج حكي الله اخوك بعد لنا انت انت ما بيعرف يحكي لك انت انت في شيء بعقلك يا ولد لو بضربوني كفايه كمان بيتي ما ما بيتك يعني بس انت عيب عليك هالحكي يعني طيب تسكت انت يا زلمه حكي معك كذا شو بحكي حكي معي اختي يعني والله حلو اي مالك علاقه انت انا ليك ليك عني يعني على فكره عشان تعرف انا فري بتمنى لك خلص شو ما لازمني انا اصلا شو انا كان بس لازمني بنت تصور طبعا ما نحن ما نحن ما انت ما غصب انك انت اتفق من اول احكي معنا نظامي نحن حكينا معك انا ما اتفقت معك انا ماليش شغل معك بس معك حكي بكون معك انت مالك علاقه نحن اتفقنا مع اخوك مالك علاقه مالك علاقه بخصوص انت مع اخوي شغلك ما له علاقة يعني انا مالي فيك انا بس بحكي معها هلا شغلي معها هلا بس انا اول ما حدا قال لي انزلي هو هشام وانا وقت دق لي كمان برمضان قلت له ما راح انزل بعد فتره دقت له قلت له ايه اسمعيني كلمتين وقلت له انا عندي شرط ما بنزل اذا اخوي ما معي ايه ما تنزلي يا اخي قلت له انا هالحكي كان يقول لي لا تنزلي قال لي يا تمام خلص اخوكي معي جيران 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 شو بدنا نحن؟ انت عم تعيط انا ما عيطت جايين بهالحكي خلص بنبطل تصوير لا بطلوا حدا ما يسبكم لما يسبكم بعدين انت تمثيلك صاير يعني يعني بس بدي افهم الكلمتين واحد حكينا نحن حكينا بس صور على سوا ما هيك واحد بصور بدك تكملي تعالي شو تهدي لا تقف قدام الكاميرا ما عجبك ما عجبك انا عم صور انت عم تحكي على التصوير انت اللي عم تصور ما نحن اللي عم نصور انت عم بدك بتقرفوا يا رجل بتقرفوا خلص الله عليك انت عسل
تجاري طويل كثير. تعلمت منكم انت اليوتيوب. سريع ما صار فيكم تصرفوا ولا شرع خلاص لا تسوي زحمه. انا ما لازمني هيك عالم، ما لازمني هيك ناس اصلا. انا خلص مره ثانيه لا تسرق. ها انا لازم اقول لك استنى صار طولك يا زلمه. خلاص والله يلا مره انت واختك يا زلمه. روح سلم على اصله تضرب بالاخر يا زلمه. مره يا محمد، يا محمد خلاص. لا 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 محمد قوم. ماله 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 والله ماله. ايش مالك والله ماله. بتكسر قلبي. اوبا ماله يا شباب. والله ماله. اسمع اسمع شوي. اسمع يا ليم. اسمع اسمع اسمع. بس ثواني بس ثواني قدام العالم. خلاص امك ثواني. لا شوي دقيقين. ايش والله ما في شيء. يعني انت خليت الدور على الجيران علينا. حبينا نصورك باحترام ونطلع باحترام. ما عم بدنا مشاكل ولا بدنا ضرب. كل عقلكم انا هيك بحكي معكم. ما ما بعرف والله مزينة. كل شيء مو كل شيء. ما عندي فانا مع هشام. ما معك والله والله عم بمزح. ايه لك يا والله العظيم. ما لك يا هالمرة عملتها فيني بس ثاني مرة. اوه خيي خليك تستاهل عيشتك الغيرة. ان شاء الله يكون عجبكم المقلب ريم واخوها فيني. بس والله لا قاعد لي يعني ما دمر لي اياها على خير. تقريبا بده اياها عواني يا زلمه. لك شو هذا بس ما عصب. لك قلبه بيرد. هي عصب لك دار من الله. انا ما بحب المشاكل. الشباب بدنا نقدر. انا واي وهذا لسه ما عم زي شيء. بيرد يا رجل. احتراما ببيت. احتراما لك. كم والله كم ضحي ربك والله. يا جماعه استنونا رفيقه ثاني. مقلب بمحمد ما خلت عمل. إذا أي كفو إذا أي كفو تعمل فيني إن شاء الله. اليومين راح يجي المقلب محمد. منشوف شباب. وصلونا الفيديو 10,000 لايك. خلينا ندعم الفيديو لحتى نقدم لكم مقالب حلوة إن شاء الله. أنا والشباب ننتظرونا. سلام الله معكم.